في اون فاير نيوز اكيد بنتابع معاكم اهم واخر الاخبار اللي موجوده في الساحه الرياضيه، وهنبتديها من عند النادي الاهلي وتحديدا من عند كابتن خالد بيبو مدير الكوره الجديد في النادي الاهلي، اللي خلاص يعني ابتدى ان هو يزاول مهام عمله بشكل رسمي بعد ما تولى المهمه بشكل رسمي من قبل لجنه التخطيط في النادي الاهلي، خصوصا طبعا بعد الاجتماع مع اعضاء لجنه التخطيط والاتفاق كمان على الخطوط العريضه بشان كمان التكليفات اللي مطلوبه منه واهم المحاور اللي مطلوب ان هو يشتغل عليها في المرحله اللي جايه دي عشان يقدر ان هو يهيئ الاجواء بشكل كويس جدا في غرفه خلع الملابس للفريق الاحمر، ويوفر كمان حاله من الاستقرار الاداري، ويبتدي كابتن خالد بيبو مهمته بالتحضير لمعسكر الاعداد اللي هيخوضه النادي الاهلي بدوله من الدول الخارجيه بعد رجوع الفريق الاحمر للتدريبات الجماعيه في نهايه شهر اغسطس الجاري بعد انتهاء فتره الراحه واللي حصل عليها اللعيبه لمده 3 اسابيع قبل ما يرجعوا مرة تانية عشان يحضروا للمنافسات الخاصة بالموسم اللي جاي. أكيد بيدور دلوقتي مسؤولين النادي الأهلي عن ملف معسكر الفريق المقرر أنه هيقام في نهاية شهر أغسطس الجاري في دولة خارجية، ولكن لن يقام يعني بحسب التخطيط ليه جوه مصر.